مادة العلوم الطبيعية عندنا موضوعين في البكالوريا، كل موضوع فيه ثلاث تمرينات، تمرين أول، تمرين ثاني، تمرين ثالث. درجة الصعوبة ودرجة السهولة تاع كل موضوع هي درجة متوازنة، يعني ما تلقاش موضوع أسهل من موضوع، ما تلقاش موضوع صعيب على موضوع، ما فيش اختلاف، ما فيش اختلافات درجة، يعني في حل توازن. أوكي، حل توازن. نعم، احنا اكيد حنحاول نقدموا بعض التوصيات والنصائح لمراجعه يعني سليمه وصحيحه ان شاء الله لحضورك معنا استاذ. تفضل. هي انا مديت نصائح وراح نزيد نمد ان شاء الله، اللي استفاد ان شاء الله يسمى ان شاء الله استفاد بزاف، واللي ما استفادش ان شاء الله معايا اليوم يستفاد. بون، نحكي على الموضوع ماده علوم الطبيعه والحياه. اول حاجه الامتحان به موضوعان اختياريان متوازنان من حيث درجة الصعوبة. يعني اعلم عزيزي الطالب انه انت مادام راك رايح تجوز شهاده البكالوريا، يعني اعتبرها بمثابه فصل رابع لمشوارك الدراسي في السنه الاخيره لك في الثانويه. وعليه باش ننصحك، بقات سمانه على الباك، انت السمانه هذه استغلها في المراجعه الذكيه، يعني ما ديرش على روحك لابريسيون بزاف، ما ديرش راك الضغط بزاف. اذا شفت روحك حاجه راك ناقص فيها هذيك لازم تكملها، حاجه راك فور فيها لازم هذيك تيفيتيها شويه. واش دير نتايا؟ الحاجه اللي تكون ناقص فيها ابدا قراها، شوف ملخص تاع زميلك، ملخص تاعك نتايا، اعتمد على اصدقائك، على الاصدقاء نتاعك، اعتمد على الزملاء الاساتذه. يعني الحمد لله ربي الزملاء الاساتذه جامي شكيت يعني انه في الاستاذ يقصدوا تلميذ وراح يرجعوا. بون، نحكي لكم شويه على الموضوع. في المواضيع واش عندنا؟ عندنا الموضوع الأول، وعندنا الموضوع الثاني. كل موضوع طبعا على 20 نقطة. كيفاش راهي مقسمة؟ الموضوع الأول يحتوي 3 تمرينات، تمارين الأول، التمرين الثاني، والتمرين الثالث. بنفس الطريقة عندنا التمرين الأول، التمرين الثاني، والتمرين الثالث. التمرين الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة النموذج تاعو يسمى نموذج استرجاع المعارف، ولا نقول استرجاع المنظم للمعارف. التمرين الثاني راح يقيس نموذج الاستدلال العلمي، وفيما يخص التمرين الثالث هو نموذج المسعى العلمي. إذن نموذج الاسترجاع المعارف هو تمرين على 5 نقاط، نموذج الاستدلال العلمي هو تمرين على 7 نقاط من جزئين، ونموذج المسعى العلمي هو تمرين 8 نقاط ويحتوي على 3 أجزاء. مثلا في بكالوريا 2022 كان الموضوع الأول يحتوي التمرين الأول على وحدة الرابعة، وهي دور البروتينات في الاتصال في الدفاع عن الذات. التمرين الثاني كان يتمحور حول الوحدة الخامسة، دور البروتينات في الاتصال العصبي. أما فيما يخص التمرين الثالث كان يتمحور على الوحدة الأولى وهي تركيب البروتين. فيما يخص الموضوع الثاني كان التمرين الأول حول دور البروتينات في الاتصال العصبي كنموذج استرجاع معارف. أما التمرين الثاني كان حول يعني تمرين الاستدلال العلمي كان حول تركيب البروتين. أما التمرين الثالث الموضوع الثاني اللي كان على 8 نقاط في المسألة العلمي كان يتمحور حول الوحدة الثالثة وهي دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي. الآن نموذج الاسترجاع المعارف
هذا كيفاش راح يكون؟ هذا عبارة عن تمرين يطرح فيه سياق ويكون فيه وثيقة ويكون فيه على الأقل سؤالان. الآن السؤال الأول راح يكون على نقطتان، أما السؤال الثاني عبارة عن نص علمي راح يكون مهيكل بالمقدمة والعرض والخاتمة. بطبيعة الحال المقدمة هي مقدمة تحتوي المشكلة العلمية المراد حلها في هذا النص العلمي. كيف هذا النموذج الاسترجاع نقدروا نلقاه في التمرين في السؤال الاول تاعو، راح يكون على نقطتان، راح يكون يعني ان شاء الله على حسب واش شفنا في البكالوريا التجريبيه في مختلف انحاء الوطن، راح نشوف باللي السؤال الاول هذا يقدر يجيك العام هذايا سؤال تاع اختيار الاجابه الصحيحه. صح. اما السؤال الثاني عباره عن نص علمي، في نماذج اخرى طرح التمرين الاول على انه عباره عن سياق يطرح فيه المدخل العام للتمرين ويطرح فيه كيف المشكل، وبالتالي يطرح منك ديريكتومون يقول لك اعطيني نص علمي للاجابه على هذا المشكل العلمي. الان فيما يخص التمرين الثاني نموذج الاستدلال العلمي، هذا النموذج عباره عن ماذا؟ عباره عن تمرين اقل عدد ممكن من الاسئله تاعو هو سؤالان، وقدر يكون عندك ولا كيفاش يبنوا النموذج هذا التمرين؟ عندك سياق التمرين هو سياق التمرين فيه المدخل وفيه هدف التمرين وفيه المشكل العلمي المراد حله. الان الجزء الاول من هذا التمرين راح تكون فيه عندك وثيقه، هذا الوثيقه فيها شكل الف وفيها شكل باء، وعندك مهمه مركبه. في الجزء الثاني هذا التمرين نفس الشيء، يعطيك وثيقة مركبة من شكلين ألف وباء، ويطلب منك على الأقل سؤال وعلى الأكثر سؤالا. فيما يخص التمرين الثالث نموذج المسعى العلمي، هو تمرين المسعى العلمي راح يسعى فيه التلميذ إلى حل مشكل علمي يطرح في السياق ويهدف إلى حله باقتراح فرضيات في الجزء الأول، والمصادقة على صحة الفرضيات في الجزء الثاني، والقيام بحوصلة تركيبية في الجزء الثالث. والجزء الثالث يقدر يكون عندنا رسم تخطيطي، يقدر يكون عندنا مخطط، ويقدر يكون عندنا كيف نص علمي. فيما يخص المراجعة أنصح زملاء الأساتذة أن يوجهوا بعض التحفيزات المعنوية، خاصة سورتو احنا ما بقالناش بزاف الباك، بقاتنا يا ربي سمانة باسكو هما راح يجوزوا ان شاء الله نهار الحد الجاي. ان شاء الله نتمناو التوفيق لكل التلاميذ الممتحنين، وكما نقولوا ان شاء الله تكون بردا وسلاما عليهم. وديما واش نقول انا للزلاف تاعي، نقول لهم الهدف تاع التمرين، الهدف التمرين الاول والثاني والثالث، هذا اللي هنا الاهداف تاع التمرينات في الثلاثه عندكم فيهم سياق، هذا السياق يجب ان يقرا بتاني، وبالتالي اقرا السياق تاع التمرين الاول والثاني والثالث تاع الموضوع الاول والموضوع الثاني، ومن بعد سيتوازن بين الموضوع الاول والموضوع الثاني. اذا شفت روحك راك تميل الى الموضوع الاول وما تميلش الموضوع الثاني، يعني في الباك خير الموضوع الاول. اذا شفت بلي الموضوع الثاني عجبك وفي حوايج راك تقدر لهم بارابول الموضوع الاول، خير الموضوع الثاني. واخيرا التمرينات هذو في ثلاثة عندك فيهم سياق أقراه مليح وفهمه مليح، يعني إذا قريت السياق مليح وفهمت الهدف مليح وش يدير هذايا راح يخليك دير إجابة مليحة، وهذيك الإجابة مليحة رايح تصوفيك وتدي بها نقطة مليحة، وإن شاء الله يا ربي هذه العشرين نقطة هذه تكون من نصيبك، وإذا ما كانتش عشرين نقطة من نصيبك راح تكون على الأقل 18 19.